نبيل شعيل يعطي رأيه في فن محمد رمضان. لا الصب والحاجات دي امبارح عن قلبي بيعمل كده، لا مناش في الحاجات دي. في مصر اللي هي حبيبة الكل، يعني حبيبتنا، المركز الفني الأول بالنسبة لنا احنا، انطلاقاتنا كلها طلعت من مصر. والفرحة فرحتين لوجود نبيل شعيل في مصر، الفرحة الأولى لوجوده في الساحل الشمالي، والفرحة الثانية لاحتفاله باليوم الوطني السعودي 94. إماراتي يحتفل في سعودي، كويتي يحتفل في المجموعة، وجود على أرض مصرية، هذا الخلطة هذه الجميلة تدل على أن هناك محبة وألفة بين هذه الشعوب. وده اللي خلى نبيل شعيل يحضر كل حفلات الساحل اللي حصلت احتفالاً باليوم الوطني السعودي. وفرحة الفنانين بوجوده خلت داليا مبارك تقعد معاه على نفس الطاولة من بعد حفلتها، وفؤاد عبد الواحد اداله المايك عشان يطرب الحضور بصوته. تفاعل الناس اللي انا شفته اسعدني الحقيقه، وبعد هذا جتني عروض، تخيلي اللي عاوزني يعمل تعال عاوز معك، قلت لا يا حبايبي مش انا بطلت خلاص، انا عندي اماكن معينه اشتغل فيها. ونفس الشيء عمل بدر الشعيبي اللي نزل عنده وساعتها غنى مع اروع. يعني هذول بالنهاية هذول جيل طالع صاعد، يعتبرون أولادي هذول، وأنا مشجع دائما لهم، ودائما أي شيء يعملونه أتصل فيهم وأشجعهم، وكونهم عاملين حفلة ومع طبعا الفنان الكبير محمد رمضان اللي تربطني في صداقة ومحبة من عمر. صحيح، فإحنا شفنا اهتمام محمد رمضان بنبيل شعيل في الساحل، فهو استقبله في نفس يوم حفلته في اللوبي الأوتيل. وتاني يوم اجتمعوا مع محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية. وبما ان في صداقة بتجمع ما بينهم، فكان لازم نعرف ايه رأي نبيل شعيل في فن محمد رمضان. فقعدت انا فقال لي قلت له بالعكس انت عندك لون. هو اساسا يعني محمد رمضان مش مطرب يعني مؤدي، ولكن هو يرتب كلمات معينة مع كاتب معين، فبيطلع الشكل هو بيني وبينك هو مجموعة من حركة مع كاريزما ومحبة الناس. لا 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 ممكن أي واحد عنده قدرة على تركيب الكلام يبقى زي محمد رمضان، بس فين اللي يبقى زي رمضان؟ إنه يكون الناس تتقبله. فمحمد رمضان دلوقتي يقول يعني يقول لك مش ما في ولا همبو 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 بتمشي الحاجة، ليش؟ لأنه هو محمد رمضان. وبما أن نبيل شعيل من المعجبين بفن محمد رمضان، فده خلانا نسأله لو ممكن يجمعهم ديو مع بعض. لا الصب والحاجات دي امبارح انا قلبي بيعمل كده، لا مناش في الحاجات دي، احنا ختيارنا. لا 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 لا